مرحبا طلاب، محاضرتنا اليوم هي ثانية من البدياتريك سيرجري. راح نشرح بيها الكونجنيتال ابدومينال وول ديفكتس، انفانتايل هايبرتروفيك بايلوريك ستينوسيس، واخر شيء الانتوسيسبشن. اول ما نبلش بالكونجنيتال ابدومينال وول ديفكت، راح ناخذ عليه مثالين اللي هم الانفالوسيل والجاسترو اسكيسيس. اذا نشوف على اليسار هنا الانفالوسيل شنو معناته؟ معناته صاير عندي ديفكت بالانتيرير ابدومينال وول، صاير فد مشكله، صاير فد اوبننج بي، بالتالي نطلع الكونتنت مات الابدومين طالع لي برا، وهاي الكونتنت مغطى بممبرين او ابساك. هذا هو الانفالوسيل. على اليمين صوره الجاستروسكيسيس او الجاستروشيسيس اللي هي هم نفس الشيء، صاير ديفكت بالابدومين وطالعه الكونتنت. هنا جاي نشوف الانتستين، بس الفرق انه ماكو اي ممبرين، ماكو اي ساك يغطيها. فهذولي مثالين على الكونجنيتال ابدومينال وول ديفكت. كامبريولوجي احنا نعرف انه الانتيرير ابدومينال وول يتكون من 4 فولدز، من 4 انواع من التشو، سيفاليك كودال وتو لاترال ليفت ورايت. اوكي، هذول كلهم يكونون حلقه حول الامبليكال كورد. اي وحده من عندهم يصير بها مشكله بالديفلوبمنت راح تسبب لي بعدين مال فورميشن. احنا اللي هسه نهتم بيه اللي هو اللاترال. اللاترال من يصير بهم مشكله ما راح يصير كونكشن، وبالتالي راح تترك لنا ديفكت بالنص ومثل عليه هو الانفالوسيل. عندنا بعد السيفاليك والكودال، اي وحده من عندهم اذا صارت بها مشكله هم نفس الشيء راح تتحول لي الى باثولوجي. مثال عليها السيفاليك ينطيني البنتولوجي اوف كنترال، هاي عباره عن ديفكتس يعني بالهارت، بالسترنام، بالدايفرام، كلها تجي سوا. والاخيره اللي هي الكودال، الكودال مسؤوله عن النيوروجينيتال، فاذا صار بها فيلير بالديفلوبمنت راح تكون لي مثال عليها الاكتوبيا فازايكا، يعني اكتوبيك بلادر. اهم شيء بالكونجنتال ابدومينال وول ديفكتس هو المقارنه، يعني ممكن يجي سؤال قارن ما بين الجاستروسكيسيس وما بين الانفالوسيل. فكمقارنه نلاحظ انه الانفالوسيل عباره عن سنترال ديفكت، اوكي، وين صاير مكان ماته؟ بالامبلايكس. بينما الجاستروسكيسيس اكسنتريك، يعني مو بالسنتر، صاير تقريبا صاير على الرايت اوف ذا نورمال امبلايكس. بعد الانفالوسيل يكون اكثر من 4 سنتيم، يعني حجمه كبير الديفكت، بينما الجاستروسكيسيس لا، حجمه اقل من 4 سنتيم. الانفالوسيل بساك، ساك يغطي الكونتنت اللي طالعه، بينما الجاستروسكيسيس نو ساك. واخر شيء الانفالوسيل عباره عن الانتستين هي اللي تطلع، اوكي، الميدجت تطلع، بس ممكن تطلع وياها اشياء اخرى مثلا ليفر، مثلا سبلين، مثلا جونادز. بينما الجاستروسكيسيس لانه الديفكت صغير اقل من 4 سنتيم اللي يطلع فقط الميدجت، ومن تطلع تطلع تكون كلش يعني ايدميتس، كلش مورمه، بحيث يعني يصعب انه نفرق هاي اللارج انتستين طالعه ولا سمول انتستين. فهسه اهم شيء بالابدومينال وول ديفكت هو المقارنه ما بين الانفالوسيل والجاستروسكيسيس. انفالوسيل سنترال ات ذا امبلايكس، الجاستروسكيسيس لا، اكسنتريك وعلى الرايت اوف ذا امبلايكس. بعد الانفالوسيل اكبر من 4 سنتيم، جاستروسكيسيس اقل من 4 سنتيم. الانفالوسيل بيساك، الجاستروسكيسيس ما بيساك. الانفالوسيل عباره عن ميدجت ممكن وياها ليفر سبلين وادر ستراكشر، الجاستروسكيسيس لا، فقط الميدجت اللي راح تطلع. التريتمنت اول شيء اسوي له روتين نيونيتال كير. شنو معناتها؟ هي نفس الجنرال ميجرز اللي ذكرناها بالمحاضره السابقه مات النيونيتال انستانال اوبستراكشن، واللي هي انطي ان جي تيوب حتى اسوي دي جاستريك دي كومبريشن، انطي انتي بايوتيك، انطي فلويد والكترولايت، اسوي له ريبليسمنت، واسوي له اذر انفستيجيشن حتى اتاكد ما عنده اذر مالفورميشن. شنو هو الايم اوف ذا سيرجري؟ تو كلوز ذا ابدومين ويذن ذا فيرست داي اوف لايف. اوكي، يعني انا مثلا الابدومينال وول ديفكت نقدر نشخصها اثناء الحمل، يعني قبل اسبوع من الولاده الام تسوي سونار، وبالسونار يطلع انه الطفل عنده ابدومينال وول ديفكت، فانا احضر نفسي اخلي انه عمليه الولاده مالته تصير فقط بمستشفى مركزي على مود مباشره بعد الولاده، الطفل يوصل لصاله العمليات والبدياتريك سيرجن يسوي له عمليه حتى يغلق الديفكت مباشره. الحد اللي هنا يخلص موضوع الكونجنيتال ابدومينال وول ديفكت. ننتقل للموضوع الثاني اللي هو الانفانتايل هايبرتروفيك بايلوريك ستينوسيس. هسه من اسمه هو واضح انفانتايل معناتها بالانفنسي، المشكله صايره باول سنه من الحياه. بايلوريك بالبايلوريك اوف ذا ستومك، وستينوسيس معناتها صاير ستركتشر، صاير ناروينج يسبب المشكله. هايبرتروفيك، الهايبرتروفي احنا نعرف فرق الهايبرتروفي عن الهايبربليجيا. الهايبرتروفي اللي هو عباره عن زياده بحجم الالياف العضليه وليس زياده بعددها. هايبرتروفي معناتها حجم العضله راح يزيد، بينما الهايبربليجيا معناتها عدد الالياف اللي تشكل هاي العضله هو اللي يزيد. فيعني اللي جاي يصير هو هايبرتروفي
زيادة بحجم الألياف العضلية مالت البايلوريك كانال، فبالتالي هاي الكانال ايش راح يصير؟ راح يصير نارو، راح يزيد طولها، والمشكلة انه هاي العضلات راح تضغط على الميوكوزا، فبالتالي اسوي لي جاستريك اوتلت اوبستراكشن. طبعا هو الكومنست كوز اوف ذا سيرجيكال فوميتنج ان انفنت، معناته اكثر سبب يحتاج تدخل جراحي، اكثر سبب للتقيؤ بالاطفال ويحتاج تدخل جراحي هو الانفنتايل هايبرتروفيك بايلوريك ستينوسيس. بس مثلا طفل عمره سنه واجا يتقيأ، من يقولوا لكم شنو هو الكومنست كوز، انتم راح تفكرون لا هذا جاسترو انترايتس ولا اخره. بس اذا قالوا لكم كومنست سيرجيكال كوز، معناته اكثر سبب يحتاج عمليه من هو، هو الانفنتايل هايبرتروفيك بايلوريك ستينوسيس. هسه نجي هاي الفاكتورز، يعني وين يصير اكثر شيء؟ يصير اكثر شيء بالوايت بالكوكيشن. اوكي، فالوايت هم اكثر من البلاك، وبالتالي less common in the african and the asians. عاده وين يصير؟ greater curvature antrum، يعني بهذا الجزء، هذا الجزء هو اللي راح يصير به الهايبرتروفي اكثر شيء. الميلز مور افكتد تقريبا ريشيو 4 الى 1. عاده الفيرست بيبي هو اللي مور يصير عنده اكثر يعني هاي الحاله. واذا مثلا hereditary condition، يعني اذا ام الطفل صاير عندها قبل، فالطفل عنده هم تشانس انه يصير عنده الهايبرتروفي. نيجي هسه للبرزنتيشن. تيبيكالي اذا الطفل فول تيرم مكمل 37 اسبوع اوف جستيشن، فعاده يجي البرزنتيشن مالته من عمر 2 الى 8 اسابيع. تمام، يعني طفل اجى بهاي الاعمار 2 الى 8 يعاني من هاي الاعراض، انا راح افكر انه ممكن عنده انفنتايل هايبرتروفيك بايلوريك ستينوسيس. طبعا يقول انه البيشنت اذا هم بري تيرم، فالبرزنتيشن راح يكون مور ديليد اكثر من 8 اسابيع. هسه نجي للكلينيكال فيتشرز واللي هي مهمه. راح يصير عندي بروجكتايل نون بليس فوميتنج، ماكو بايل، شيء طبيعي لانه مكان الانسداد مكان الاستركتشر والناروينج صاير قبل الدودنم قبل الامبولا اوف فاتا، اذا ماكو بايل. بعد بروجكتايل لانه بالبايلوريس، نلاحظ انه الانفنت ايجر تو فيد افتر فوميتنج، يعني هو يتقيأ وبعدين جوعان يريد يرضع ويرجع يتقيأ ونوبا يرضع مره ثانيه. بسبب التقيؤ هو ما جاي يستفيد من الرضاعة مالته، فيصير عنده dehydration ويصير عنده failure to thrive، يعني ماكو نمو، بالعكس ممكن الطفل يعني وزنه 3 او بالولادة ورا شهرين ورا 3 يجي وزنه 2.5، وزنه ناقص، فهاي failure to thrive. sometimes mild jaundice. من اسوي له examination راح القى انه الطفل عنده mild to moderate upper abdominal distension، فقط بالأبر أبدومن هي اللي راح تكون involved. ليش؟ لأنه الستمك هي الوحيدة المتضررة، صاير الأوبستركشن بالبايلوريس، فالستمك صاير dilated، وبسبب السايت مالتها راح ألاحظ أنه الأبر أبدومن هي الوحيدة اللي صاير بها distension. بعد راح ألاحظ visible peristalsis، حركة جوا الجلد تجي من left to the right، هاي أيضا physical sign مهمة. وآخر شيء من أسوي له palpation راح ألقى أنه يصير عنده mass أو olive، عبارة عن بايلوريك أوليف اللي هي عبارة عن فد ماس بحجم حبة الزيتون، مكانها يصير شوي فوق وشوية رايت، just above to the right of the umbilicus من أفحصها. هاي كلش دايجنوستيك للهايبرتروفي هنا، يعني أنا أحس أنها تقريبا 90% من الحالات. الحالات الوحيدة إذا مثلا ما حسيتها وردت أشيك أكثر، فش أسوي؟ أنطي إنجي تيوب حتى أفرغ المعدمات الطفل حتى اقلل من الديستنشن، او مثلا اسوي له فيدينج تيست اللي هو افحصه اثناء الرضاعه، فهي هم راح توضح لي مكان البايلوريك اوليف اكثر. بالنسبه للديفرنشال دايجنوستس فهم كلش هواي، واحد من عندهم ممكن هي ميديكال كونديشن، يعني هو صح عنده فوميتنج بس ممكن السبب مالته انه عنده انترايتس، ممكن مننجايتس، ممكن يو تي اي، يعني كل شوي اسباب او اي سبب اخر ممكن يسوي فوميتنج. بعد سبب اخر اللي هو البايلورو سبازم، تريد تتأكد دز الالتراساوند تلقى انه هو التشو بالالتراساوند كلش نورمال، اذا هذا بايلورو سبازم. واخر شيء اللي هو الجرد جاسترو ايزوفاجيال ريفلكس. ارد اسوي له دايجنوسيس، شد دز الالتراساوند، بالالتراساوند راح الاحظ انه البايلوريك كانال طولها والدايمتر مالت اثنيناتهم مختلفين، فالطول اذا اكثر من 15، هسه اذا هنا نلاحظ هذا البايلوريس منا لهنا، فاذا طولها اكثر من 15 هذا دايجنوستيك، وإذا الدايميتر مالتها عرضها أكثر من 4 مليم هذا هم دايجنوستيك. هسا إذا نلاحظ هنا هذا الدارك كولر، هذا هو المصل لير، وهاي اللي لونها فاتح لونها بالأبيض هاي الميوكوزا. شوف الميوكوزا شلون صايرة ضيقة بينما المصل صايرة كلش عريضة، فهاي بالألتراساوند هيك تبين.
نجي للباريوم ميل الاستادي الثاني، راح لاحظ بيه سترينج ساين وشولدرينج ساين. سترينج ساين شنو معناته؟ معناته سترينج خيط، معناته البايلوريك كانال صايرة عبارة عن خيط او مكان كلش نارو وصغير، مثل ما هسه هنا نلاحظ هاي كلش صايرة ضيقة، مو صحيح؟ فهذا السترينج ساين اللي هو عبارة عن elongation and narrowing of the bilateral canal. اما shouldering sign شنو معناته؟ معناته هو الجزء اللي يجي قبل البايلورس، جزء من الستومك اللي يجي قبل البايلورس اللي هو هذا صاير على شكل shoulder. هسه مو هاي السترينج ساين، هاي هسه shoulder هذا الشكل صاير عبارة عن neck وصاير عندي shoulder مثل هاي الصورة. فهاي اهم تو ساين راح القاها بالباريوميل. الستدي الاخير الانفستيجيشن اللي اسوي له الكترولايت ستدي. ليش؟ لانه هذا الطفل عنده ريبيتد فوميتنج، فهو بالتالي ايش راح يخسر؟ راح يخسر الاتش سي ال الاسيد مالت الاستومك، ماكو فوليوم ما راح يعوض اللي يخسره، فراح يلقى انه عنده الصوديوم قليل، البوتاسيوم قليل، الكلور قليل، فنلاحظ انه يصير عنده هايبوكلوريميا، هايبوناتريميا، هايبوكاليميا وميتابوليك الكالوسيس. ليش؟ لانه هو اصلا جاي يخسر الاسيد بالفوميتنج فيصير عنده الكالوسيس. وسيفير كيسز يتحول الى بارادوكسيكال اسيد يوريا، معناته اليورين صار اسيدك. اذا نريد نعرف الايتيولوجي او شنو السبب، السبب انه ريبيتد فوميتنج يتقيا شنو جاي يخسر؟ يخسر الاتش سي ال من الاستمك، تمام، وما جاي يعوض اللي يخسره، فصار عنده فوليوم ديبليشن، صار عنده اصلا ميتابوليك الكلوسيس لانه جاي يخسر الاسيد، مو صحيح؟ بعد ككومبنساتوري ميكانيزم الكيدنيز تظل تشتغل، فش تسوي؟ تحاول تحتفظ بالفلويد قد ما تقدر وتحاول تحتفظ بالصوديوم قد ما تقدر. فش تسوي؟ تسحب الصوديوم وتتخلص من البوتاسيوم وتتخلص من الهيدروجين باليورين. اوكي، فهسه ايش صار عندي؟ صار عندي هايبوكلوريميا، ماكو كلور اتش سي ال، صار عندي ميتابوليك الكالوسيس بسبب خساره الاتش سي ال بالفوميتنج، صار عندي فوليوم ديبليشن، واجت الكيدنيز كملتها بعد تسحب الصوديوم وتطلع بوتاسيوم وتطلع الهيدروجين. فاللي صار انه الهيدروجين طلع باليورين، اذا صار اسيد يوري، اليورين صار اسيدك، وطلعنا بوتاسيوم، طلعنا الهيدروجين، صار عندنا زياده بالميتابوليك الكالوسيس هو من البدايه، واليورين صار اسيدك. نجي للتريتمنت. الانجي تيوب بالتريتمنت كونتروفيرشل، يعني اكو ناس تخليه واكو ناس ما تخليه، ناس تقول اكو بيه فايده واكو ناس تقول لا. نجي ثاني خطوة اللي هي الفلويد اند الكترولايت ريبليسمنت، واللي هي كلش مهمة، انتم ما مطلوب من عندكم تفاصيلها، يعني هاي الفقرة كلها ما مطلوبة، بس للاطلاع اذا هو مايل ديهايدريشن مايل لوس فابدله، انطيه هاف سلاين وانطيه 5% ديكستروس سولوشن. اذا هو سيفير انطيه بالبداية باللص من النورمال سلاين وبعدين انطيه هم انفيوجن مالت نورمال سلاين ان 5% ديكستروس سولوشن. واذا لقيت عنده بوتاسيوم قليل اكيد فبالبداية انتظره باس يورين وعوضه بالبوتاسيوم. والفلويد انا مو احسب للفلويد حسب الوزن، فجزء من هذا الفلويد بالبداية اخليه انيشال مانجمنت، و 50% من عنده اخليه للمينتنس. الاوبريشن الاسم مالته كلش مهم، رامستيد اوبريشن، هي الاوبريشن اوف تشويس، اقدر اسويها اوبن وهسه جاي يسوونها لابروسكوبيك. شنو اسوي؟ اسوي هي مجرد انسجن، يعني انا مجرد اسوي انسجن بسيط بالسروسه والمصل. هسه اذا تشوفون هنا اذا نلاحظ فهو قاص السروزة وقاص المصل، هاي الطبقة هي الميوكوزا، ما أسوي لها شيء، يعني مجرد أفتح هاي الانسجن بس حتى أحرر الميوكوزا، حتى الميوكوزا تأخذ راحتها وحتى أخفف الضغط عليها بسبب المصل. يعني أنا حتى مو شرط أسوي ريسكشن للمصل، مجرد انسجن كافي. لهذا السبب أسميها بايلوريك سيرو مايوتومي، سيرو يعني سروزة والمايو من المصل، تومي اللي هي انسجن، فانسجن بالسروزة والمصل لير. وبعد ما تخلص العملية أنا أقدر أسوي يعني feeding within 6 hour، أقدر أبدي feeding اللي هو عبارة عن 5% dextrose oral، والنوبة وأكملها يعني full feeding أو normal feeding within 12 to 24 hours. نجي للcomplication اللي ممكن تصير بعد العملية. شنو ممكن يصير للطفل؟ ممكن يصير عنده wound infection، وممكن يصير أثناء العملية يعني أنا سويت incision للسروزة، سويت incision للمصل layer بس بالغلط وصلت للميوكوزا، فبالتالي صار عندي gastric ميوكوزا صار بيها perforation، فهذا ممكن complication يصير. بعد بسبب يعني العملية وبسبب التخدير ممكن المصلز أو الستامك كلها تصير ما بيها تون، فبسبب هذا التون راح يصير عندي vomiting يطول ممكن يومين، هاي تقريبا 3%. وآخر شيء incomplete seromyotomy، يعني أنا ما سويت الانسجن صحيحة، ما أخذت انسجن كافية من المصل layer فصارت incomplete ويعني ما انطتني حل للمشكلة.
هسا وصلنا لآخر موضوع بالمحاضرة واللي هو الانترسيبشن. شنو معناته؟ invagination of one portion of the intestine into adjacent segment، يعني جزء من الانتستين يدخل داخل الانتستين اللي بعده. فمثلا إذا نشوف هذا انتستين وهاي الانتستين اللي قبلها، المفروض يصير اتصال بيناتهم هنا وهنا، مو صحيح؟ هو لا، ما يصير اتصال. اللي راح يصير انه هاي الانتستين تدخل داخل هاي وتدخل داخل هاي، فهذا نسميه انترسيبشن. مثل هاي الصورة، هسه هاي الانتستين داخله بداخل هاي السيجمنت. عادة افكت اني ايج و سكس، بس هو اكثر شيء يجي قبل السنتين. اني بارت سمول اور لارج انتستين، وراح يسوي له سترانجوليشن، يعني سترانجوليشن وبعدين تتحول الى جنجرين وبعدين تتحول الى بيرفوريشن. فلهذا السبب تحتاج يعني تدخل وعلاج خلال 4 إلى 6 ساعات، يعني لانه بعدها تتحول الى جنجرين. كلاسيفيكيشن اقدر اقسمها يعني على نوعين. الاول البارت اوف ذا جي اي تي افكتد، مثلا اليوكوليك معناتها الاليوم داخل بالكولون واللي هو الكومنست 80%. النوع الثاني اليوكوليك معناتها اليوم داخل بالاليوم واثنيناتهم داخلين بالكولون، هذا اليوم دخل بالاليوم واثنينهم دخلوا بالكولون. الثالث اللي هو اليوم اليال فقط، اليوم بداخل اليوم. واخر شيء كولو كوليك اللي هو عادة يصير بالالدرلي مو بالشلدرن، كولون بداخل الكولون. الكلاسيفيكيشن الثاني اللي هو according to the leading point، يعني اكو pathological cause او لا. اولا primary idiopathic، يعني ماكو سبب، نحاول نلقى pathology، مثلا اكو polyp اكو tumor اكو اي شيء بالانتستين سوت هاي المشكلة، ما راح نلقى. عادة هو عمر اقل من سنتين، هما هذول اللي يجون بالبرايمري او الidiopathic. 80% هو اليوكوليك، نوعية الاليوكوليك، وما يعني من افتحه اسوي له عملية ما راح القى pathology. بس يعني الثيريز شو تقول؟ تقول مثلا هو صاير عنده viral infection، وهاي viral infection سوت انه الليمف تشو الموجود بالسبميوكوزا صاير بيه hyperplasia، ازداد عدد الليمفاتك تشو بالميوكوزا بالانتستين. بسبب هاي الزيادة انسحبت الانتستين ودخلت بالانتستين اللي بعدها. النوع الثاني اللي هو secondary intussusception، معناته هذا يشكل 10%، واللي هو اكو باثولوجي. وتقريبا اي طفل يجي اكثر عمره اكثر من سنتين وعنده يعني صاير انترسيبشن، فاحنا راسا نقول احتمال كبير عنده تيومر اللي هو لمفوما. اذر باثولوجيز ممكن عنده ميكلز دايفرتيكولا، ممكن الابندكس مسويتها، او ممكن بوليبس ومسويه هاي المشكله. البرزنتيشن مالته نورمالي التشايلد هو يعني كان بريفيسلي هيلثي، ما عنده اي مشكله، راح يجي على فترات متكرره عنده كوليكي ابدومينال بين، مغص بطنه النوب، فترة فري ما بيها مغص نوب يرجع، مغص بطنه وفترة ثانية ما بيها مغص، وهكذا تستمر السايكل، فترة مغص وفترة راحة. repeated vomiting بالبداية يتقيأ أي شيء، يتقيأ اللي رضعة، يتقيأ الملك، بعدين ورا شوية لا يصير بيها بايل. وأخير شيء من أسوي له مثلا بالركتال examination، شرح ألقى الستول ماته يكون لونه blood، يكون لونه ريد، فيكون يعني محتوي على blood and mucus، اسمي الريد كارنجلي، يعني مثل المربى مات الكاريز او الجلي مات الكاريز، هيك يصير شكله. فهذا هم يعتبر يعني physical sign تابعة للانتسسبشن. فهو شون راح يجي لي؟ يجي colic abdominal pain بالبداية، يعني فترة colic abdominal pain وفترة pain free ما عنده مغص، يجي vomiting repeated، ويجي الستول ماته يكون recurrent جلي. On examination من أسوي له examination شرح ألقى الطفل dehydrated بسبب vomiting، يلقى عنده abdominal distension بسبب يعني strangulation والbowel obstruction. بعد من أسوي له examination راح ألقى عنده sausage shaped mass بالinfantile hypertrophy pyloric، لقينا أنه عنده pyloric olive، يعني small mass وكانت على شكل olive. هنا بالinterception لا تكون على شكل sausage، راح ألقاها بالright upper abdomen. بعد من اسوي له بي ار اكزامينيشن ايش قلنا ممكن نلقى بيه بلاد. اسوي له انفستيجيشن، اول شيء اسوي له اكس راي واللي هي مو كلش يعني استفيد من عندها، مرات ممكن القى اير فلويد ليفل وممكن القى سوفت تشو اوباسيتي. الانفستيجيشن اوف تشويس واللي هو الافضل شيء اسوي له ابدومينال الترا ساوند، اخذ له اكثر من فيو، اخذ له فيرتيكال وهوريزونتال فيو، وراح القى هنا مثلا هاي السوسج ساين، هاي احنا قلنا اللي اللون الابيض اللي هو الميوكوزا، فهاي هنا اذا نشوف هاي انتستين داخله بهاي الانتستين، او ممكن اشوفها هنا بالصوره الثانيه عباره عن تارجت ساين،
انتستين هم نفس الشيء. هاي جاي تشوفون هاي الخطوط او هاي الدوائر عبارة عن تارجت، شلون ما ترمي السهام دارتس نفس الشيء. هاي بالالترا ساوند راح القاها، واللي هو احسن شيء يعني احسن انفستيجيشن اوف تشويس. بعد ممكن اسوي له كونتراست استدي، اسوي له باريوم انما. الساين راح اسميها كلو ساين، يعني هسه هنا اذا نشوف عبارة عن شكل مخلب، تمام. هاي هنا فيلينج ديفكت، اكو عندي مشكله هنا انا ما مبين، وهاي الكلو ساين. هاي من نفس الشيء هنا كلو ساين، وهذا الفيلينج ديفكت. نجي للتريتمنت. التريتمنت عندي جنرال ميجرز اسويها، وبعدين ديفينيتيف تريتمنت اللي هو الريدكشن. بالجنرال ميجرز شو اسوي له؟ اسوي له فلويد ريبليسمنت، انطي انتي بايوتيك، انطي ان جي تيوب حتى اسوي له جاستريك دي كومبريشن، وبعدين احول على الديفينيتيف مانجمنت اللي هي ريدكشن. والريدكشن يا اما اسوي اوبراتيف يا اما نون اوبراتيف. والنون اوبراتيف اذا هو شاك بي، عنده بريتونايتس، عنده اكيوت ابدومين، عنده يعني انتيروكولايتس الى اخره، هذا ما اسوي له نون اوبراتيف، هذا مباشره احوله اوبراتيف. النون اوبراتيف اعتمد على الضغط، وممكن تفيدنا يعني 70% من الحالات. يا اما هيدروستاتيك يا اما نيموستاتيك، يا اما ادفع له نورمال سلاين يا اما ادفع له غاز ويكون كنترولد حتى ارجع الانتستين لمكانها. والاوبراتيف يا اما اسوي له اوبن سيرجري يا اما لابروسكوبيك سيرجري، وتفاصيل العمليه ما مطلوبه من عندكم. فاللي هنا ويخلص موضوع المحاضره. عندنا بعد كيسات اثنين حلوه وهسه نحلها. الكيس الاول 6 week old male infant 6 weeks عمره، جاي repeated non bilious vomiting. اوكي vomiting فقط للملك مالتي، non bilious. يمتى بدا؟ بعمره الاسبوعين، وهسه صار عمره 6 اسابيع وهو مستمر. الفوميتينج صار بروجكتايل، اوكي اكورس وذ افري فيدينج، ونعطينا البادي ويت مالته هو 3 كيلوغرام. شنو الموست لايكلي دايجنوستس؟ مبين يعني خصوصا من الايج اوف بريزنتيشن، بادي عمره بالاسبوعين وهسه صار عمره 6 اسابيع ومستمر، والفوميتينج بروجكتايل، اذا هذا هو الانفانتايل هايبرتروفيك بايلوريك ستينوسيس. 3 important physical signs شنو راح ألقى عنده؟ ألقى عنده upper abdominal distension، ألقى عنده البيلوريك ماس اللي هي الأوليف، وممكن ألقى عنده visible peristalsis. diagnostic study شنو أقدر أسوي له؟ أسوي له barium study، راح ألقى عنده string sign والshouldering sign، وأقدر أسوي له ultrasound، وإحنا قلنا إذا length مات الكنال أكثر منه 15 والdiameter مالته أكثر من 4. outline of management عندنا general measures، قلنا الNG tube controversial وممكن أنطي fluid replacement، وانا بقى اسوي له رامستيد سيرجري. هذا الكيس. الكيس الثاني اللي هو 9 months old male infant، عنده irritability and abdominal pain. irritability و abdominal pain، الابدومينال pain يجي له كل 15 دقيقة وياخذ episodes of pain free. يعني شنو معناته colicky pain والنوبة pain free period؟ colicky pain مغص ونو بيروح، مغص ونو بيروح. بعد bile stain vomiting and blood per rectum، واضحة هاي. هو abdominal pain يجي ويروح يجي ويروح، وعنده ال vomiting مالته bile stain وال blood per rectum. اذا هذا شنو؟ هذا intussusception. زين numerate 3 important sign، القى عنده abdominal distension، القى عنده dehydration، القى عنده هاي sausage shaped mass، والقى عنده blood per rectum. بعد what is the diagnostic study of choice؟ كنا الالتراساوند هو أطبط شيء أشوف بي، يا أما sausage sign يا أما أشوف بي target sign. واللي هنا خلصت المحاضرة، شكرا جزيلا على استماعكم.